تم استحداث مواد ومساقات بجامعة موتا ليدرسوها الطلاب لتشجعهم على مبدأ العمل التطوعي. إسراء المعيطة أعدت لنا تقرير لنشوفه سوا. استحدثت كلية العلوم الاجتماعية في جامعة موتا مساقات تطبيقية تفاعلية ما بين الطلبة والمؤسسات المجتمعية لتمكينهم من الخوض في الميادين والمجالات التطوعية بصورة عملية تنعكس إيجابا على الطلبة ومجتمعهم. إيمانا منا بأهمية أن يكون للجامعة دور في خدمة المجتمع المحلي، إيمانا منا بأن الطالب يجب أن يكون له دور فعال في خدمة المجتمعات، جاءت هذه الفكرة. قمنا بزيارات عدة لجميع المؤسسات الموجودة ضمن مجتمعنا المحلي الكرك، مؤسسات معنية بتقديم خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، للمحتاجين، الأيتام، الأرامل، واستطعنا أن نتلمس هموم هذه الشريحة، أن نقدم لها الدعم والمساعدة قدر المستطاع. استطعنا أن نفعل حملة على مدار السنة تسمى بحملة الألبسة المستعملة. استطعنا أن نطلق أكثر من خلينا نحكي برنامج أو نشاط تحت مسميات عدة، كتابك كتابي، معاملتك معاملتي. كذلك توجيه طاقات الشباب واستثمارها في خدمة المجتمع بطريقة فاعلة تساهم في تنميته وتطويره. أنا لورا بطوش، طالبة من جامعة موتا في قسم علم الاجتماع. بصراحة حبيت أحكي عن تجربتي الخاصة بمادة خدمة تنمية مجتمع محلي. هي كانت مادة نظرية تم تحويلها من قبل رئاسة الجامعة إلى مادة عملية. طبعاً هاي المادة بتحث الطلاب على إنهم ما يتقيدوا فقط في المواد. مرحبا، أنا ربا يوسف سويطي، سنة ثالثة علم اجتماع، طالبة في جامعة مؤتة. خضت تجربة العمل التطوعي بحكم التخصص اللي أنا بدرس فيه. خضت تجربة العمل التطوعي هم في محافظة الكرك من خلال مادة تنمية وخدمة مجتمع محلي. هاي المادة فرضت علينا أنه نعمل ساعات تطوعية. عملنا الساعات التطوعية في مستشفى الكرك الحكومي، عملنا مبادرة معاملتك عنا. أنا عملنا مبادرة معاملتك عنا من خلال تسيير المعاملات والتعامل مع المرضى. بالبداية أنا طالب في جامعة مؤتة في قسم علم الاجتماع، اسمي محمود هشام محمود حسين. نحكي عن مادة التنمية وخدمة المجتمع المحلي. كانت في البداية المادة نظرية، أصبحت من قبل الإدارة وبعض الدكاترة الموجودين في قسم علم الاجتماع مادة عملية. غير أنه هاي المادة يعني أصبحت لها ميزات عند بعض الطلبة، أنها جعلت هناك صقل لشخصية الطالب. وتشكل مثل هذه الأعمال التطوعية فائدة للمجتمع والشباب، حيث تساهم في بناء المجتمع بشكل عام، وتستثمر طاقات الشباب على أمل أن تنتشر مثل هذه الأعمال التطوعية في المجتمع بشكل عام.